خليك معايا دلوقتي. احنا هناخد البارت الاول، نسبه الاكسبريشن بتاع الافكتيف ماس ده جه ازاي، وبعدين عاوزين نشوف الافكتيف ماس جوه الباندز هل هي بتبقى ثابته ولا متغيره. دي نقطه. بعد كده عاوزين نعرف حاجه هتتعرضوا لها جامد جدا في السيمي كوندكتور. انا كنت مثلا يقول لك السيمي كوندكتور الافكتيف ماس بتاعته كذا، انتوا بتبقوا مستغربين قوي، هي المفروض الافكتيف مش هتطلع ثابته زي ما هنشوف. طب امال هو بيجيب الرقم الثابت ده ازاي؟ ساعتها بس هشرحها لك. بعد كده هيبقى فاضل لنا بالظبط الكونسبت اوف هول والكونسبت اوف هول، دول تو سلايدز بالظبط بس يعني مهمين برضو زي الجزء اللي فات ده من ناحيه المينينج بتاعتها. تعالوا نبتدي بالافكتيف ماس. عمليه بسيطه جدا، هفترض ان انا حطيت اكسترنال فورس على الكترون، والاكسترنال فورس دي انت فاهم اكسترنال فورس يعني حط بطاريه، البطاريه هتعمل الكتريك فيلد، الكتريك فيلد ده هيزق التشارج، دي نوع من الفورس، وطبعا جايه اكسترنال لان جايه من البطاريه اللي موجوده في الخارج. طيب وهنفترض بقى ان الفورس دي انت هتحطها لسيرتن بيريود يعني لزمن معين دي تي. انت لو عملت فورس على حاجه والحاجه دي اتحركت بمسافه دلتا اكس، طبعا بتقول ساعتها ان انا كسبت انرجي لهذا السيستم. فانا اقدر اكتب كده، اقدر اقول ان الالكترون جين انرجي، الانرجي دي عباره عن الاف اكسترنال اللي انا حطيتها دي في المسافه اللي اتحركها، واي مسافه في الدنيا حاجه بتتحركها بتقول هي السرعه بتاعتها في التايم. طبعا الالكترونز بتتحرك جوه السوليد بالجروف فيلوسيتي بتاعتها، يبقى ممكن تكتبها انها في جي دلتا تي. ومن هنا طبعا اقدر اقول ان الجروب فيلوسيتي اشيلها واكتب بدلها واحد على اتش دي اي باي دي كي. ما تنساش طبعا الاكسبريشن ده جه ان الجروب فيلوسيتي بتاعتك هي دي اوميجا باي دي كي، هي واحد على اتش بار دي اي باي دي كي. لو واحد بص على كده، بصوا هنا ادي ده الدي اي، ممكن جدا يطير الدي اي مع الدي اي، ويقول ان الاكسترنال فورس ممكن اقول انها اي دي كي باي دي اي. بصوا بعض الناس تقول لي يعني انا مش حاسس قوي ان اللفه دي، اقول لك بسيطه جدا، انت تعرف المومنتم ممكن اكتب لك دي بطريقه تانية. انتوا كلكم تعرفوا ان اي مومنتم في الدنيا هي التشينج، الفورس هي التشينج بتاعت المومنتم، صح ولا لا؟ طيب هو التشينج ايه؟ دي تعالى باي دي تي، خليها كده. اي مومنتم في الدنيا ما انت عارف هو اتش بارك. طيب الاتش بار ده ثابت، طلعه بره هتلاقي ان الاف اكسترنال هي اتش بار دي كي باي دي تي. يعني الاكسبريشن ده الفورس بيساوي اتش بار دي كي باي دي تي. ممكن تبص له ان الفورس دي عملت انرجي وجبته بطريقه الانرجي، ممكن تقول ان الفورس عملت تشينج اوف مومنتم وجبتها لك بالتشينج اوف مومنتم. غايه الخطوه دي بتاعت اف اكسترنال تساوي اتش بار دي كي باي دي تي. في حد عنده اي مشكله باشمهندسين؟ ده تمام. عظيم. تعالوا بقى نلعب لعبه بسيطه جدا. هي الاكسلريشن تعرفها ان جنرال ريت اوف تشينج اوف فيلوسيتي. انا هقول ان الاكسلريشن عندي هي الريت اوف تشينج بتاع الجروف فيلوسيتي، بسيطه جدا. وبعدين تعالوا نشوف كده هنلعب ازاي في الجزء اللي جاي. ما تنسوش من حاجه مهمه قوي، ان انا الريال ماس بتاعتي هي F internal زائد F external على الاكسلريشن. لو سيادتك عاوز تشيل ال F internal من هنا، دي هيبقى بنسميها ايه؟ الافكتيفنس، صح ولا غلط؟ يبقى دايما ما تنسوش قبل ما نبتدي بس ان الافكتيف ماس الديفينيشن بتاعتها هي F external على الاكسلريشن. طيب تعالوا بقى معايا كده شويه نشوف هنعمل ايه. اول خطوه الالكترون اكسلريشن، بس هي مفاجاه بقى شويه كده ان انا هروح حطيتها وبعدين افسرها لك سطر بسطر. تعالوا واحده واحده معايا ما تتخضش. الاكسلريشن دي في جروب باي دي تي، ادي واحد على دي تي واحد على اتش بار دي اي باي دي كي، ده الجروب فيلوسيتي، انا ما غيرتش حاجه. كويس، بص بس الواحد على اتش بار ده ثابت، انقله بره، نقلته بره. كويس، دي اي باي دي تي سيبها زي ما هي، انا بس بكل ما فيها هضرب في دي كي فوق واقسم على دي كي تحت، يعني ان هي زي التشين رول. ك
كأني أنا عملت ديكي باي ديكي باي ديكي دي إي باي ديكي. هل كده أنا غيرت حاجة ولا حاجة خالص؟ دخل دي مع بعض كده كأن ده هو السكند ديريفيتيف، ودي كي باي دي تي دي كأن هي الفيرست ديريفيتيف. يبقى الاكسبريشن غيت هنا، انا مجرد لعب ماثيماتيكلي بالتشين رول، ما عملتش اي حاجه. ادي دي الاكسبريشن. طيب بسيطه جدا، هي دي كي باي دي تي دي، لو واحد منكم بص هنا على اللي جاي، ما هي عباره عن اف اكسترنال على اتش بار، فانا هشيل هنا دي كي باي دي تي، هكتبها اف اكسترنال على اتش بار. كويس، هلعب لعبه اخيره، هخلي الاف اكسترنال دي لوحدها فوق، وهنزل كل الحاجات هخليها في الديمينيتور تحت، يعني اشيل دي تحت واتش اتش بار تبقى اتش بار سكوير. يبقى انا وصلت للاكسبريشن ده. طب بصوا يا جماعه، ما هو الاكسبريشن ده انا عارف ان الاكسلريشن من هنا، انا ممكن اقول الاكسلريشن هي اف اكسترنال على الافكتيفنس. ده اللي عملته بالظبط، ان البارت اللي تحت ده كله قلت ده كما هو يكافئ الايه الافكتيف ماس. يبقى انا نهائي عندي اقدر اقول ان الافكتيف ماس بتاعتي هي اتش بار دي اي سكوير باي دي كي سكوير. ده الاكسبريشن اللي انا عملت لك بيه الديريفيجن اف الافكتيف ماس دي تساوي ايه. يبقى هي اتش بار دي اي سكوير باي دي كي سكوير. قدامك ادي السلايد. حد عنده اي سؤال في الديريفيشن؟ طبعا عارف ان هو الديريفيشن بسيط، بس لو حد منكم عاوز اي سؤال فيه اسال، عشان انا بعد كده خلاص انا هعمل تطبيق واحد على الافكتيف ماس ده، وهنطلع شويه بقى يعني كونكلوجنز مهمه جدا، والجزء ده هيبقى اللي هو البارت الثاني بتاع الليكشر بتاعتنا، يبقى فاضل لنا الكونسبت اوف هولز. ها، في حد عنده اي سؤال في الجزء ده؟ عامه اشيل لك الشخبطه اللي احنا عملناها عشان ما يعني لو هي مضايقاك مش شايف منها. اهي ادي الصفحه ايه بيور قدامك عشان لو عندكم سؤال اسالني. حد عنده اي سؤال هنا؟ هادي. اه دكتور. لا تمام يا دكتور. هبه بتطلع. هبه ايوه يا دكتور. لا تمام. لا تمام. مفيش مشاكل؟ لا مفيش. اوكي. طيب تعالوا بقى، انا عايز هطلب منك اكسرسايز. الاكسرسايز ده انا طالب منك انك ترسم الاي كي دايجرام للفيرست باند، وبعدين ترسم لي الجروب فيلوسيتي للفيرست باند، وبعدين تحسب لي الافكتيف ماس للفيرست باند واحده واحده عشان تخلي بالكم. انا هعملها من ناحيه الكونسبت. اولا بصوا كده، الانرجي بتاعت الفيرست باند، بس نبص عليه من فضلكم. لو واحد هنا ادي الفيرست باند اهي، بصوا كده، دي الفيرست باند، دي كنت بطلع انت، دي الفيرست باند اهي. لو واحد منكم عاوز يرسمها ممكن يرسمها كده. باشمهندسين دي شبيهه بمنحني، لو انت شاطر كده جوانس. انتوا معايا يا ولاد؟ هو ده تقريبا بارابولا زي اللي كان موجود في المستوى. بارابولا مفتري شبه نقول تقريبا كده على الجناب. مين اللي قال بارابولا ده؟ انا عاوز انت كده اسمك ايه؟ انا اندرو. يا دكتور يا اندرو، يعني يقول لك صمت ظهرا ونطق كفرا، ده شكل بارابولا مفتري. انا قلت تقريبا، انا ما قلتش بالظبط. هبعته لاحمد ابراهيم هقول له في واحد رسام تيرل بتاع دي قال لي بارابولا.
انا متأكد ساعتها احمد ابراهيم اللي هيديك صفر في اعمال السنه. والله انت تعرف ان الدكتور احمد ابراهيم كان في بكالوريوس مشروعه معايا. حضرتك قلت لنا والله كده يبقى انا شلت مال كتير. عندك معجزه بشريه قالت ان الشكل ده برابولا. يا ابني الشكل ده مقلوب الكوزاين، بص كده، مش ده منحنى الكوزاين يا ابني كده، مش ده الكوزاين؟ تمام صح ولا مش ده تمام. شكل الكوزاين شايلبه ويطلع لفوق ده، صح ولا غلط؟ صح تمام. يعني ممكن تتخيل الفيرست باند ده انه قريب قوي من شكل الايه، كانها ناقص الكوزاين. يعني انت دي لو كوزاين ثيتا مثلا وده محور ثيتا، كان اللي فوق دي عكسها بالظبط، كانك شقلبتها، فاهم؟ تعالوا بقى معايا بس عشان ايه بقى نشوف الاكزامبل ده. الاكزامبل ده على فكره خطير، وطبعا هيبين بقى رياضه يعني زي المفتي اندرو. ايوه حضرتك يا دكتور، خليك بقى معايا بقيه الاكزامبل ده كله. ربنا يسهل. انت اللي جبته لنفسك. تمام. فرابل ها؟ ماشي. على فكره المحاضره متسجله، انا هبعتها بالتسجيل للدكتور احمد يعني. تمام يا دكتور، ربنا يسهل. خليك معايا. بص يا عم. دلوقتي ادي الشكل اللي قدامك ده، لو قلت لك انا عاوز انك انت تجيب لي الجروب فيلوستي. طبعا سهل قوي انك تجيب الجروب فيلوستي، انك هتاخد المماس هنا، المماس هنا بكام؟ في الحته المينيمم دي. بزيرو. وعند الاند هنا وهنا بزيرو برضو، وفي النص طبعا بيبقى السلوب بوزيتيف، وهنا بيبقى السلوب ايه نيجاتيف. طبعا هو لو واحد بيفكر لو دي ناقص كوزاين يبقى التفاضل على طول يديني ساين، صح ولا غلط؟ تمام يبقى على طول انا هتوقع كده يعني. ماشي اندرو؟ تمام. طيب خلي بالك، انا هنا الشكل اللي قدامك ده بيديني دي اي باي دي كي، لان زي ما انت عارف الاتش بار ده سكيل، بس مجرد هتغير بتضرب كونستنت، بس الشكل هو ماشي. تمام. طيب لو اندرو طلبت منك انك انت تجيب لي دي اي سكوير باي دي كي سكوير، يعني معناه انك تعمل ايه في شكل الساين ده؟ هاخد الدريفت ليه هيبقى كوزاين. طيب وبعدين لو قلت لك انا عاوز ارسم واحد على دي اي سكوير باي دي كي سكوير، ليه بقى؟ ان انت تعلم كويس قوي ان الافكتيف ماس هي اتش بار على دي اي باي دي كي سكوير، صح ولا لا؟ تمام. طيب يبقى انا لو عملت كده ادي الخطوه الاولانيه اهي، انا كده فضلت ده فطلع لي شكل الكوزاين زي ما انت قلت فعلا، كويس؟ تمام. المشقلب بقى بتاع ده الريسيبريكال بتاع ده بتاع فيجر 3 ده، المقلوب بتاعه يدي لك اللي هي 1 على دي اي سكوير دي كي سكوير. طبعا لو ده شقلبته بس ضربته في كونستانت ثاني اسمه اتش بار سكوير اداك الافكتيف ماس على طول، صح ولا غلط؟ تمام. طيب انت تتوقع الشكل بتاع الافكتيف ماس يبقى ايه؟ ده شكل ايه اتفقنا عليه؟ هو تشكل كوزاين. طب يبقى مقلوبها هو مش بتاعك المقلوبة، بس اللي عارف ان هنا عشان في كذا نقطة زيرو فهيبقى في كذا نقطة وصل للإنفينيتي. تعالى بس اندرو عشان انا هجيبك دلوقتي، بص انت بتكروتني بسرعة. مقلوب الكوزاين كيرف ايه؟ مصاب كبير اوي، ترد على قد السؤال. تمام يا دكتور اندرو. ايوه مع حضرتك. هنا مقلوب الكوزاين دي منحنى ايه؟ مقلوب الكوزاين ضد منحنى واحد على الكوزاين يا جدع، واحد على الكوزاين. ما بحاول افتكر اسمها، انا مش فاكر اسمها سوري. سيك تمام. سيك لسه صاحي من النوم فمش مركزين. هو حياتك انت ولا النوم ولا بتاع، والله لو حتى صاحي في نص اليوم داريا من الدنيا هديك معايا هتبقى سيك سيتا، صح؟ تمام. طيب تعرف ترسم منحنى السيك؟ ترسم من انهي ناحيه بالظبط، من انهي وجهه نظر؟ ارسمه. هو ده مش منحنى كوزاين؟ تمام. ارسم لي منحنى السك وانا هصطادك اصل حتت. والله بص بقى، لو انت حتى ناسي السك خلاص انت مش قدامك رسمه. تمام. ارسم لي مقلوب يعني. تعال اعلمك بس ازاي تفكر، انا عاوزكم تفكروا مش تحفظوا الحاجه.
دلوقتي تعالى الفاليو هنا بوزيتيف ولا لا؟ هنا الفاليو بتاعت الكوزين بوزيتيف. طيب يبقى اما اشقلب حاجه بوزيتيف برضه هتبقى ايه؟ بوزيتيف. بوزيتيف يعني لو عندك 3 اشقلبها تبقى تلت صح ولا لا؟ بوزيتيف برضه. تمام. طيب هنا الفاليو هنا وهنا تبقى ايه؟ هنا النيجاتيف. لو شقلبت النيجاتيف برضه هيطلع ايه؟ نيجاتيف. ايوه يعني لو عندك ناقص 3 عامل لي الريسيبروك اللي اقلبها تبقى كام؟ ناقص تلت. ناقص تلت برضه نيجاتيف صح ولا غلط؟ تمام. يبقى انت متوقع ان هنا هيبقى بوزيتيف عند التو اند دول الفاليو تبقى ايه؟ نيجاتيف. صح؟ طيب عند النقط دي بقى اللي انت كنت بتقولها عاوز تكروتني كنت عاوز توصل على هنا انت على طول تطنش الباقي. هو دي اللي لفت انتباهي. ايوه ما انا حصدتك بقى ما هي دي انت هتغلط فيها على فكره. عند النقطه دي الكيرف يروح فين؟ عند النقطه دي هنا يبقى زيرو يبقى المفروض هيبقى رايح او المفروض انه رايح على الانفينيتي. ايوه انفينيتي كام هنا المنحنى جاي من الزيرو اللي هو راس المنحنى ده وهيروح على وعمال القيمة عمالة تصغر فمعنى ذلك ان مقلوبها عمال يكبر فهنا اللي على اليمين هتروح على البوزيتيف انفينيتي. والتاني ايه؟ والتاني ده انت عاوز توصله البوزيتيف انفينيتي صح؟ تمام. وهنا هو هنا برضه عمال يقل فاكيد هيبقى المقلوب بتاعه عمال يوصل للبوزيتيف انفينيتي. انت رايك كده؟ انا شايف ان طالما بيقل يبقى مقلوبه بيزيد. ما صح بس مين قال لك انه رايح للبوزيتيف انفينيتي؟ هو انا بتكلم عن الجزء اللي فوق. والله انا عاوز المنحنى كله برضو بقى. انت مراوغ يا واد يا اندرو والله العظيم. ما تروش قول لي بس الاجابه دي. اولا بص بقى تعالى اولا الكيرف بقى مش كده يعني معلش بقى الاسباب كتير. الكيرف هنا انت جاي من نيجاتيف ورايح لزيرو صح ولا غلط؟ بص في الحته دي انت جاي من نيجاتيف ورايح لزيرو صح ولا غلط؟ وهنا انت جاي من بوزيتيف ورايح لمين؟ لزيرو. هنا بقى اللي تحت هيروح لناقص انفينيتي واللي فوق يروح لبلس انفينيتي يعني معنى كده انا هبقى كده. بص بقى طبعا في ناس كتيره تقول لي هو ده على فكره شكل السكه يعني اللي بيفهم رياضه هو ده شكل السكه اللي هم مقلوب الكوزاين. بس جتني ازاي بقى؟ افهمها من فضلك عشان انا مش عاوزك بعد كده تبقى حافظ حاجه زي البغبغان كده ودي مش مظبوطه الحقيقه. انك انت ممكن جدا جدا بسهوله قوي 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 انك انت كنت تفهمها ليه اترسمت. انا هرسمها لك بس هعمل انت عشان اشيل الكتاب اللي انا كتبتها دي وافهمها لك كويس جدا. انا عشان كده انا قلت لكم البارت ده الغرض الاساسي منه الحقيقه انك تفهموا اللي بيحصل مش تحفظوا اللي بيحصل. ان انا بدأ جدا جدا من ان هو بيبقى قاعد حافظه ومش فاهم هو بيعمل. انا بس انا هشيل الحاجات دي ولا الحاجات دي حافظها دي. خليك معايا. انا كمان بس في حد هنا مش عاوز دي فيلم بس عشان تبقى سهله بعد. خليكم خليك اندرو. ايوه ما حضرتك خليك عشان بس الحته دي تفهمها كويس بقى هي هنا اتسيفت بالكتابه اللي عليها معلش. طيب انا بص هفهمها لك هنا الحته دي جت ازاي وهشرحها لك تاني. بص يا اندرو لو انت عندك دلوقتي واحد على بوينت 1 ركز معايا اندرو هتبقى بكام؟ هتبقى ب 10. لو قلت لك واحد على بوينت او 1 تبقى بكام؟ 100. لو واحد على بوينت او 1 1000. يبقى واضح طبعا كل ما بصغر النيميريتور اللي تحت عندي انا هروح هنا الى بلس انفينيتي صح ولا غلط؟ تمام. طيب وانا جاي من فوق الفاليو بوزيتيف ولا تمام وبقرب لمين هنا؟ بقرب لزيرو. يبقى كل ما هقسم على زيرو
تاني بقسم الاول على 0.1 بعدين اصغر تاني يبقى 0.01. واضح ان هروح لانفينيتي ولا لا؟ تمام. طيب تعالى بقى من هنا. هنا انت نيجاتيف ولا لا؟ تمام. افرض انك واقف عند ناقص 1، يبقى لو انت ناقص 1 واقف عند 0.1، ناقص 1 عند 0.1 هتبقى ماينس كام؟ ماينس 10. طب ناقص 10 على 0.01 يبقى ناقص 100. طب ناقص 1 على 0.01 يبقى ايه؟ نيجاتيف 1000. عرفت بقى ليه انا لما جيت اقرب كده نزلت ناقص انفينيتي بقى؟ تمام. وصلت ولا لا يا سيدي؟ تمام وصل. فهمتوا بقى الكيرف ده جه ازاي؟ تمام. في اي مشكلة؟ بشمهندس؟ تمام دكتور. ايوه تمام دكتور. تمام. بالنسبة لكلكم في اي مشكلة في رسمة الكلام اللي قدامك ده؟ انا باخد اندرو بس عشان اتناقش مع واحد، لكن والله انا يعني انتوا كلكم طبعا يعني اندرو اوعى تزعل، انا طبعا بضحك معاك يعني انا مش اكيد. لا طبعا يا دكتور حضرتك يعني زي والد. انا يعني انا نفسي برضو اما تقفوا، انت عارف انت بتعمل كده في الامتحان يعني مثلا ايه، انت عارف الكوزين نسيت الست تبانك خلاص بتروح سايبها. يا ابني امشي زي ما مشيت كده، امشي بالكونسبت. هي الكوزين مقلوب، طب انت عندك قيم، بس انا عندي قيم بوزيتيف ورايحه للزيرو، قيم نيجاتيف ورايحه للزيرو، عشان كده الكيرف بيحصل له ديسكونتينيوتي بالمنظر. طيب دلوقتي في سؤال بس ماثيماتيكلي قبل بقى ما هتكلم فيزيكالي، هنا ان هنقول بقى معلومات خطيره جدا. هل في ماثيماتيكلي هنا اي مشكله في الجزء اللي احنا رسمناه ده؟ قبل ما هتكلم فيزيكال انا عاوز دلوقتي واحد يقول لي انا الماثيماتكس في الحته دي مش فاهمها، الرسمه دي مش عارف جت ازاي. دي خلصت، تعالوا بقى فيزيكالي هبتدي بقى اخد لك المواضيع وافهمها لك كويس قوي. لكن انا دلوقتي مؤقتا، هل في حاجه هبه في هادي؟ تمام. اي حد منكم في حاجه رياضيا مش واضحه؟ دكتور بعد اخر رسمه ما فهمتهاش يا هبه، شقلبي الرسمه اللي هي فيجر 3 ده شقلبيه لو سمحت. يعني ايه شقلبيه؟ خدي النقطه نقطه واقلبيها. انت عندك هنا بوزيتيف فاليو ولا نيجاتيف فاليو عند القمه دي؟ بوزيتيف. طيب يبقى ما تشقلبيها برضو هتبقى بوزيتيف ولا لا؟ طيب يبقى دي هتبقى ايه؟ بوزيتيف. طيب انت كده وانت نازله كده بتقربي لمين؟ للزيرو. طيب لو قسمت حاجة على زيرو تروح لإيه؟ انفينيتي. بس بوزيتيف انفينيتي ولا نيجاتيف انفينيتي؟ لا هتبقى بالبوزيتيف. طيب ما أنا كل ما بقرب للنقطة دي أهو الكيرف عمال يعلى يعلى لغاية ما يوصل لانفينيتي. تمام. طيب تعالي لي هنا لو سمحت. النقطة دي اللي أنا برسمها الكبيرة دي اللي أنا عملت عليها 2 صح، دي نيجاتيف فاليو ولا لا؟ لا دي بوزيتيف. دي بوزيتيف انت هتجنني؟ لا دي بوزيتيف. لا نيجاتيف. دي نيجاتيف يا بنتي اهي، دي تحت المنحنى نيجاتيف صح ولا غلط؟ طب مقلوب النيجاتيف ايه؟ نيجاتيف برضه. طب ما هي نيجاتيف، زعلانه ليه؟ كويس. طب وانا بقرب كده بقرب لمين؟ بقرب للزيرو. طيب افرضي مثلا انك كنت ناقص 3 على اكس، افرضي اكس دي الاول ب 0.1 يبقى الفاليو ده هيبقى كام؟ هيبقى 30 نيجاتيف 30. طب خليتيها 0.1 قربت اكتر تبقى بكام؟ نيجاتيف 300. طيب يبقى انا متجه هنا عندي الزيرو بالظبط، هتجه لناقص انفينيتي ولا لا؟ طب ايه اللي مش مفهوم فيها بقى؟ شكرا. وصلت؟ اه ده يعني برضو اما انا سالتك قلتي انا مش فاهمه، لكن انت ما نطقتيش بقى. لا انا هبه. نعم انا هاجر. اه ماشي هبه لايك ماشي. اوكي يا جماعه انطقوا، انا مش ما بتضايقش والله من اسئلتكم،
انا متضايق بتنرفز بس يعني بصي اهو اندرو امويس انا بضحك معاه وبتكلم معاه ومش هرفع له. انا متضايقش من اسئلتكم افهموني، انا ببقى متضايق ان كنتوا قاعدين حاجات بسيطه جدا زي دي، لكن انتوا وصلتوا اولى كهرباء. المعلومات دي يا اخوانا المفروض نورمالي كده عشان اعرف اشقلب كيرف، دي معلومات واحد في تانيه يعني ثانوي، فكونك مش قادر تستوعبها لغايه ما توصل اولى كهرباء دي مشكله. المشكلتي اللي عندي بقى دلوقتي لو امتدت بعد اولى كهرباء، عشان كده انا بقعد معاكم في الحاجات بالراحه جدا، ان الحاجات دي لازم تزول عشان تعرفوا تفكروا في اللي جاي بطريقه مظبوطه. بس انتوا بقى يعني بتعكسوني من كنت اسكتوا، يعني انت طلعين عندك، انا دلوقتي لا بديكي درجات ولا بزعلك باي وسيله ما، بس لازم تفهموا الكلام ده. طيب دلوقتي اخيرا، هل في عندكم اي مشكله في الجزء ده؟ باشمهندسين؟ تمام. تعالوا بقى ناخد الكونكلوجن الغريب جدا. انا هنا عندي، ركزوا، دي اول الباند، وهنا وهنا دول اخر الباند يمين وشمال. واضح ان عند بدايه الباند الافكتيف ماس بوزيتيف ولا لا؟ لكن عند نهايه الباند الافكتيف ماس ايه؟ نيجاتيف. انت فاهمين دي معناها ايه؟ اولا اما انت النهارده تقول لي الفورس تساوي ماس في اكسلريشن، نورمالي انت اما تزود الاكسترنال فورس مفروض انت بتزق الجسم، صح ولا لا؟ مش منسين. يبقى مفروض ان الاكسلريشن بتاعته ايه؟ تزيد، صح ولا صح؟ تخيل لو انا بزق الجسم ولاقي الماس بتاعته نيجاتيف، يعني الاكسلريشن بتاعته ماس بتاعته نيجاتيف، يعني معناه ان الانترنال فورس بقت هي المسيطرة، صح ولا غلط؟ دلوقتي انا باجي ازق جسم، المفروض انا ببذل جزء عشان ازق، هو بقى بدل ما بيتزق ده اشاره الماينس، معناه مش عكسي، ده معناه ان الانترنال اقوى ولا لا؟ تمام. تخيل انت كده منزلق على حيطه مايله مثلا، بتشد حاجه لفوق، انت بتزقها لفوق لكن هي بتنزل، يبقى ما زالت الام جي بتاعتها او الانترنال فورس بتاعتها ما زالت اقوى منك ولا لا؟ تمام. تمام. يبقى لازم بقى تفهموا ايه؟ ان الافكتيف ماس بوزيتيف دي حته جوه الباند، اما باجي عند الاند عشان اخلي السرعه بصفر او الاكسلريشن تسكت، لازم الاكسترنال فورس هتبقى عكسي، او انا معنى اصح ان الجسم اللي عندي بيحصل له دي اكسلريشن، ما عدا انا بزقه لكن هو بيبطئ او انه بيرتد في الاتجاه المعاكس. ادي بقى مفهوم كلمه نيجاتيف ماس. يعني لما يجي واحد يقول لك نيجاتيف افكتيف ماس، واحد بقى يجي بص هنا يقول لك انا اسود نيجاتيف افكتيف ماس، يعني ايه نيجاتيف افكتيف ماس؟ ما هو الافكتيف ماس ايه؟ انت اساسا شلت الانترنال فورس. الانترنال فورس دي في حتت بتبقى ضعيفه وفي حتت بتبقى قويه. ازاي؟ انا ماشي جنب اتوم وانا بعيد عنها الانترنال فورس ضعيف، اكيد اما اقرب قوي من الاتوم الانترنال فورس دي هتبقى رهيبه، هبقى قريب منها جدا. فاذا وانا بتحرك جوه اللاتس انا عندي الانترنال فورس دي متغيره، ومين قال لك ان الانترنال فورس مقدار ثابت؟ فعشان كده انت لحظيا ممكن تشوف الماس بتاعتك بوزيتيف وممكن تشوف الماس بتاعتك نيجاتيف، يبقى دي ما تتخضش منها. الحاجه الثانيه، واحد يجي يقول لي انا عندي الانترنال ماس في لحظه توصل ما لا نهايه، اقول لك يعني ايه انترنال ماس ما لا نهايه؟ انت النهارده لو قدامك ماس ما لا نهايه معناه انت بتبذل فورس بس ما بتتحركش، زي اللوري قدامك، شده زقه، روح زق زميلك بيتحرك معاك، روح زق حاجه الماس بتاعتها انفينيتي، هل الفورس اتحركها؟ لا. معنى ان الفورس معنى كده ايه؟ كما لو انت حاطط فورس لكن النت موشن بيزيد، نت فورس بتاعتك على البادي ده بصفر، كما لو كان البادي ده الماس بتاعته انفينيتي، هو ده الفيزيكال مينينج بتاعها. يبقى اذا افهموا بقى، اما بتشوف بوزيتيف ونيجاتيف ماسز دي حاجه ما تخضكش، دي معناها ان الانترنال والاكسترنال بيتغيروا بحيث انك انت تقدر تتحرك او ما بتتحركش، بتتحرك مع الفورس او بتتحرك عكس اتجاه الفورس، بتحط فورس لكن انت الاكسلريشن بتاعك بيقل، دي معنى النيجاتيف
ماسز. فانا بالنسبه لكم نيجاتيف ماس، عشان كده انا شرحت لكم الاول قلت لكم ان الافكتيف ماس هي مش ماس حقيقيه، هي ماس واخد الانترنال فورس بالنسبه لك جواها. طيب يبقى من الكونكلوجن لو وصلنا الى حته خطيره جدا، ان عند البوتوم الافكتيف ماس بوزيتيف، فكره بوزيتيف يعني لو حطيت فيلد هي تمشي مع الفيلد. عند اخر الباند الفيلد اللي انت حاططها دي مش هتقدر تزق الماس ولا هتقدر تحركها، بالعكس الماس هيحصلها دي اكسلريشن وتقل، ما عدا ان في اكسترنال، ان معنى عند نهايات الباند الانترنال فورس هتدومينيت وهتقلل لك حركه الجسم اللي موجود عندك. ده فيزيكال كانها نيجاتيف ماس. يبقى خلي بالكم معايا اول حاجتين مهمين جدا. اولا بصوا بقى واضح كده من الرسمه دي، بصوا طبعا اولا بقى في بعض الناس تقول لي بس كلمه ما لا نهايه دي يعني رياضيا برضو غريبه قوي الماس تبقى ما لا نهايه. هقول لك بص، هي هي راحت هنا ما لا نهايه وهنا ناقص ما لا نهايه عشان احنا قربنا لو تفتكروا في الكوروني بيني موديل عملنا اجريسيف ابروكسيميشن. فاكرين انتوا احنا التغير كان بتاع البوتنشال كده، احنا عملناه ستيب بيتغير نايم. بسبب الستيبس دي انت بتشوف ان الماس مره تروح للناقص انفينيتي ولزائد انفينيتي، لكن لو كنت اخدت الريال كيس اللي هي بتاعت البوتنشال الافكتيف ماس ما كانش هيبقى شكلها كده، كنت هتلاقيها طالعه كده توصل لقيمه كبيره وبعدين تبتدي تنزل وتوصل هنا لقيمه كبيره وبعدين تبتدي تطلع، ما كانتش راحت للانفينيتي. يعني الشكل ده من عيوب الابروكسيميشن اللي اتعملت. لكن في الريال كيس بقى لما بنيجي ندرسها وفي الاتومز الحقيقيه مفيش حاجه اسمها ماس راحت للانفينيتي، هي بتعلى قوي، يعني معنى انها بتعلى قوي او تقل قوي دي معناها ان الجسم هنا هيفي او هنا الفورس ما بتحركش الجسم اللي عندك بطريقه سهله من ناحيه الانترنال مع الاكسترنال، مش الانترنال مش الاكسترنال لوحدها. يعني ده تاثير الافكتيف ماس. عظيم. طبعا واضح بقى من الرسمه دي ان الافكتيف ماس عند كل نقطه متغيره، انت مره بوزيتيف مره نيجاتيف مره عاليه مره قليله، يبقى انا جوه الباند ركزوا بقى كويس قوي، جوه الباند واضح ان الافكتيف ماس من نقطه لنقطه بتتغير عشان الانترنال فورس بتتغير من نقطه لنقطه. حين انت مثبت الاكسترنال انت مثبت البطاريه، لكن الاتوم وهي بتتحرك بتقرب من اتوم بتبعد عن اتوم، اتومز بتبقى فيري كلوز ليها واتوم بعيده جدا، فتلاقي الانترنال فورس بتاعتك عماله تتغير طبقا للكريستال ستراكشر بتاع الماده اللي موجوده عندك. عظيم. طيب تيجي تقول لي بقى طب ازاي اما بيجي لي في كورسات الالكترونكس يقول لي حاجه خطيره جدا، يقول لي الافكتيف ماس بتاعتي 0.1. يعني بص ما تخشوا في السيليكون مثلا هيقول لك الافكتيف ماس 0.2 ام بتاعت الالكترون. يعني طب انت تقول لي هنا ده بيقول لي الافكتيف ماس مقدار ثابت يساوي 0.2 عشر مثلا او واحد على خمسة من الريست ماس اللي انا اعرفها، تقول لي ازاي تبقى ثابته؟ طب انا واضح جدا انها عند كل نقطه بتتغير عند كل كي بتتغير. هقول لك هفهمكم الحاجات دي بقى في السلايدز اللي جايه. يبقى خلي بالك معايا بقى كل الكونكلوجن اللي جاي ده مترتب من الكيرفات اللي فات. اول نقطه ان احنا اتفقنا ان الافكتيف ماس بوزيتيف عند البوتوم، الافكتيف ماس نيجاتيف عند التوب. ثاني حاجه ما تنسوش الافكتيف ماس يديبند على الكيرفتشر. ليه؟ انتوا لسه بتقولوا الافكتيف ماس هي بروبورشنال مع واحد على دي اي سكوير باي دي كي سكوير. طب ما هي دي ديبند، لو الاي كي اتغيروا لازم الافكتيف ماس تتغير. فور اكزامبل تعالوا بقى على المثال ده، افرضوا ان كنتوا عندكم اي كي كيرف زي الكيرف بي والكيرف اي. طيب واضح طبعا ان دي اي باي دي كي بتتغير ما بين الكيرفين، واحد تغيره حاد واحد تغيره ضعيف، الكيرفيتشر في اي ضعيف الكيرفيتشر في بي اقوى. خلي بالكم الافكتيف ماس بتدبند مع الراديوس اوف كيرفيتشر. يعني الكيرفيتشر بي انحنائه قوي بس يبقى الراديوس اوف كيرفيتشر صغير، معناه ان الافكتيف ماس عند المنحنى بي اكبر عند المنحنى بي اصغر من المنحنى اي، او اي اكبر من بي، زي ما بقول لك هو بيتوقف على الراديوس اوف كيرفيتشر. يبقى انتوا هنا بقى تبتدوا تفهموا الحته دي، انك ان هنا مثلا اما تشوفوا رسمه زي دي هتعرف على طول وان كونكلود ذات ان الماس بتاعت الاي
اكبر من الماس بتاعت الافكتيف ماس طبعا بتاعت لو واحد قاعد في بند ايه الافكتيف ماس هتبقى اكبر من بند بي. ليه؟ انك لو بصيت للبند ايه الكيرفيتشر ضعيف بس الريديوس اوف كيرفيتشر قوي. انا قلت لك ان الافكتيف ماس بتديبند على الريديوس اوف كيرفيتشر. يبقى دلوقتي خلي بالك احنا في ثلاث كونكلوجنز ابتدينا ناخد منهم. عند البوتوم دايما الافكتيف ماس بوزيتيف، عند التوب دايما الافكتيف ماس نيجاتيف. ما تنساش كون انك بتتعود بتتعامل مع دي اي باي دي كي سكوير، دي معناها ان لو الكيرفيتشر كبير او صغير هتتغير الافكتيف ماس. بقول لك ده صحيح، وفعلا هنا لو عندك تو باندز واحد الشكل بتاع الكيرفيتشر بتاعه ما بين الاي والكي زي بي او زي ايه، الافكتيف ماس عند في الباند بي والباند ايه هتختلف باختلاف الكيرفيتشر اللي موجود. ومثال ده انك انت هتلاقي فعلا ان الماس بتاعت ايه اكبر من الماس بتاعت بي. دي واحد، انا لسه ما كملتش كل الكونكلوجن، فاضل لنا كمان اتنين. ما تنسوش ان الباند عندكم بقى، ركزوا، الباند عندكم كان شكلها كده، كان الانرجي اي كي دايجرام بالمنظر ده. هو الفرق بين الباند الاولانيه والتانية دي تبقى مور ستيب، يعني في الكيرفيتشر في الباند الاولاني ضعيف التغير، الباند الثاني التغير قوي، الباند الثالث التغير جامد جدا. افكرك بالحته دي عشان بعض الناس لو هي لخبطت الدنيا هنا. دي واحده اهي زي ما انا شايف كده، بص هنا هي بتتغير بنفس الشكل، لكن هنا مور ستيب، هنا التغير حاد، هنا التغير اعلى، التغير في اللي بعديها اعلى. يعني الفانكشن بتبقى التشينج في الانرجي بيبقى كبير. طيب بصوا بقى منين بيجي ثبات المسائل اللي هي بتجيلكوا في السيمي كوندكتور. دايما يقول لك الافكتيف ماس 0.2 الافكتيف ماس، هفهمها لك بقى هي جايه. بصوا كده يا باشمهندسين، ركزوا بقى في الحته دي، ان هي دي اخر كونكلوجن، وبعد كده هديكوا برضو بريك تقروا الكلام سلايدز دي وترجعوا تسالوني في اللي انتوا عاوزينه، ويبقى بعد كده فاضل لي 2 سلايدز وخلص الكورس. بص يا باشمهندس، انت شايف الكيرف قدامك ده علاقه ما بين الاي والكي. طيب انا ممكن في الحته اللي فوق دي، بس الحته اللي فوق فقط اللي هي اعلى الباند واصغر الباند، ممكن اعتبر في الحتتين دول ان المنحنى بتاع عند الاند وعند البوتوم جزء من بارابولا. ركزوا، جزء من بارابولا، يعني كان الحته العليا دي بس حته من بارابولا الزرقاء، الحته اللي في الباند الايدجز بتاعتها تحت جزء من بارابولا. انا مش بعمل ابروكسيميشن للكيرف كله ده، انا بعمل على الحته اللي تحت والحته اللي فوق فقط، الحته اللي تحت والحته اللي فوق بس فقط، مش بتكلم على نص الباند، انا بتكلم على الاند بتاعت الباند. طيب لو واحد جاب لي المعادله وقال لي دي معادله بارابولا، هقول خلاص اعتبر مثلا اي اللي هي مثلا تساوي اي كي سكوير، ما دي معادله البارابولا. هادي خليك معايا، مثلا لو قلت لك انا عاوز دي اي تبقى بكام؟ حمد تبقى اي 2 كي 2 اي كي، صح ولا غلط؟ صح. طيب دي سكوير كي دي اي سكوير باي دي كي سكوير بكام؟ تبقى 2 اي 2 اي. طب ما انت عندك الافكتيف ماس هي اتش بار سكوير على دي سكوير اي باي دي كي سكوير، صح ولا غلط؟ صح. يبقى عند الاند دول لو انت قربتها من بارابتر، المقدار ده هيبقى ثابت ولا مش ثابت؟ هيبقى ثابت، هيبقى اتش بار على 2. هل في اي حته ولا عند البوتوم بس؟ عند البوتوم بس. هتيجي تقول طب يبقى وجع دماغ، طب انا المفروض انا بشتغل في النص. اقول لك لا، ما تنسوش حاجه صغيره انا وريتها لكم بس انتوا نسيتوها. انتوا لو بصيتوا كويس في السيمي كوندكتور اما بيجي يوصل بيعمل ايه؟ بصوا كده، اتفقنا ان شويه الكترون اول ما بترفع درجة الحرارة بيسيب مكانهم هنا وينطوا فوق، صح ولا غلط؟ هادي. صح بس. ايوه. هنا وهو بيسيب المكان ده ويطلع هنا، هو هنا في الابر ولا في اللور؟ لما طلع فوق بقى في اللور. لا، اما طلع فوق في اللور، هو ما ساب. كان في الابر. في الابر. يبقى بص كده، الحركة بتاعتك ما بين الابر واللور، صح ولا غلط؟ صح، يبقى الفكرة ما سابت. يقول ان في الابر الافكتيف ماس ثابت، وفي اللور برضو الافكتيف ماس ايه؟ ثابت.
ثابته. يبقى لو عمل ترانزيشن ان في الريال كيس ما بيطلعش واحد من النص، لا هو انت ده اللي بينط دول بيبقوا عدد قليل جدا، فهو غالبا بيطلع من من الابر قوي لللور قوي. عشان كده في مسائل كتير قوي انتوا بتشتغلوا في السيمي كوندكتور يقولك اعتبر الافكتيف ماس ثابته. الافكتيف ماس، بس الافكتيف ماس في الابر مش زي اللور، يعني الكيرفيتشر مختلف. لكن المهم انك انت طول ما انت بتتحرك من الابر، عند الابر ممكن اقول الافكتيف ماس ثابته، عند اللور اقدر اقول الافكتيف ماس ثابته. مش شرط ان الافكتيف ماس هنا زي هنا، ولكن انا بقول ليه في مسائل الالكترونكس بعد كده ان كل مسائل الالكترونكس عندكم، وما تيجوا معايا في الترم اللي جاي ان شاء الله، دايما الترانزيشن بيكون ما بين الابر لللور. فانت ممكن تابروكسيميت الابر بانه كونستانت افكتيف ماس، وممكن تابروكسيميت اللور بانه كونستانت افكتيف ماس. كده انا خلصت. انا على فكره ده فاضل لي هم التو سلايدز دول بس، دي قبلها. لكن انا دلوقتي هرجع بقى كده معاك اقول ايه اللي احنا قلناه في الافكتيف ماس. اولا قلنا ثلاث حاجات في الافكتيف ماس كلها من الكونكلوجن بتاع الكيرف ده. اولا الافكتيف ماس زي ما انت شايف كده عباره عن اساسا متغيره من نقطه لنقطه، بس مش كل البانز هتبقى مشتركه، ان البوتوم بتاعها بوزيتيف ماس، الابر نيجاتيف ماس، ان بتوين هتختلف على اختلاف الكيرفيتشر. وانت فهمت ان الكيرفيتشر ده معناه ان الافكتيف ماس ممكن تبقى ليها فاليو اعلى واوطى. ممكن اديكم مثال حاجه اخطر من كده هتعرفوها في الجاليوم ارسنايد. الجاليوم ارسنايد البند الواحده بتاعته شكلها عامل كده، الجاليوم ارسنايد كده، دي شكل الجاليوم ارسنايد. طيب ما معناه الافكتيف ماس هنا والافكتيف ماس هنا مختلفين ليه؟ عشان الكيرفيتشر هنا غير هنا، وفعلا هتعرفوا كده ان جوه البند الواحده بس عشان في تو كيرفيتشر مختلفين نفس الافكتيف ماس بتتغير من نقطه لنقطه. بس اوقات يقول لك اللور افكتيف ماس هاير افكتيف ماس، هتفهموا بعد كده انه طبعا مرتبط بشكل الكيرفيتشر. اخر حاجه بقى انا عملت لك كونكلوجن ليها، ليه بتقولوا ان في بعض السيمي كوندكتور بالذات بتقول ان الافكتيف ماس بتاعتك ثابته؟ انك دايما في السيمي كوندكتور وانتوا بتعملوا التوصيل دايما بتتكلم على الالكترون اللي في الابر او الالكترون اللي في اللور، دايما بتقول ان اللي هتبقى بارشل امتي هي اللي في الابر او في اللور. فكده في الابر او اللور دي تقدر تعتبر الجزء ده جزء من البارابولا، وتطلع في الحاله دي الافكتيف ماس ثابته. كده انا خلصت البارت بتاع الافكتيف ماس. انا هشوف اسئلتك، انا بس كل ما بس هبص كده على الناس. معلش انا هحاول اجيب لكم السلايدز مره تانية بقى من حته تانية عشان ما تبقاش فيها اللخبطه دي اللي هي الرسومات، بس اما ناخد البريك. عاوزكم دلوقتي، انت المفروض عامل داونلود للجزء ده، من فضلك عاوزك تقرا السلايدز بتاعتك عشان انا حاجه اسالك. انا عاوزك تقرا من اول سلايد 17 18 19 20، دول الاربع سلايد اللي عاوزك تقراهم دلوقتي. جهز اسئلتك، انا هديكوا 10 مينتس، يعني هقابلكوا ان شاء الله 10 و10، خمس دقايق اقروا الاربع سلايدز، اكتب الكومنت اللي انت عاوزها. اول ما هرجع هجاوبكم على الاربع سلايدز دي، وهاخد اخر نص ساعه بقى عندنا اللي هي موضوع الافكتيف ماس. بس انا كده برضو في الافكتيف ماس هاجي معاك شويه على الوايت بورد. انا ان شاء الله النهارده باذن الله عشان ما اجيبكمش على تو سلايدز. يعني هي طبعا طبيعه القعده كنت المفروض اوقف عند كده النهارده، يعني تبقى انت فهمت الافكتيف ماس وتسالني اسئلتك وخلاص، لكن مش هقول هجيبك قعده كامله عشان تو سلايدز. فانا هديك البريك ده خمس دقايق من فضلك، اقرا الاول صفحه 17 18 19 20، اقرا دول، جهز اسئلتك. اول ما هرجع هقول اللي عنده سؤال، كل واحد بقى يسالني الاسئله اللي هو عاوزها، وبعدين هنقل معاكم على اخر بارت اللي هي الكونسبت بتاعت الهول طبعا، ويعني هقعد معاكم بالراحه. وحتى الكونسبت بتاع الهول ده لو ما حسيتش بيه 100% دلوقتي، مفيش شك اول ما هنبتدي سيمي كوندكتور سوا بعد محاضره ولا اتنين هتلاقي الكونسبت اوف هول ده يعني بيس اوف كيك بالنسبه لك زي ما بيقولوا، يعني سهل قوي وهتبقى بالنسبه لك عامل ايه سهل. انا بس قبل ما اخرج
عاوز بس اشوف اللي منكم من فضلكم فهم البارت بتاع الافكتيفنس والثلاثه البوزيتيف والنيجاتيف والحاجات دي ارفع لي الجيم. اوكي طيب مازن يبدو مازال نايم. مازن انت بترفع ايدك كده وخلاص ولا فاهم؟ مازن لا كنت عايز اسال سؤال. ما انا قلت لك دلوقتي اقرا الاربعه سلايد وجهز اسئلتك. تمام ماشي مسألة الأربعة سلايد كويس. أوكي طيب في حد تاني مش رافع إيده؟ يعني في حد ما فهمش الجزء ده خالص؟ عبد الرحمن عمر، عبد الرحمن أسامة، عبد الرحمن لا فهم دكتور تماما أنا رفعته ونزلت. طيب أوكي خلاص اقروا الأربعة سلايد دي خمس دقايق بالظبط وعملوا بريك شوية وبعدين هرجع أجاوبكم على أسئلتكم وبعدين أخش على الاخر بقى بارت اللي هو الكونسبت اوف هولز. بعد ما هجاوبك اسئلتك هطلع معاكم بس على الوايت بورد كده 5 مينتس بالظبط وبعدين نرجع مره ثانيه. حتى ال 5 مينتس دول يعني هيساعدوكوا انكم تفهموا جزء احنا قلناه بقى ان شاء الله، بس المهم ان احنا نخلص الجزء اللي عندنا ده ويبقى واضح بالنسبه لكم. المهم شو اقروا بس الاربع سلايد دول من فضلكم عشان دول لو اتفهموا خلاص اذا انت هتاخد اجازتك وانت حاسس مش محتاجني. احنا مش في الكليه هتفوت عليا في مكتبي ولا صعب انك انت تلاقيني، فانا عاوز اطمن بس ان كنت الاربعه سلايدز اللي بتوع النهارده دول قريتهم الاخرانيين ونتقابل بعد. سيبكم بقى دلوقتي هطفي هقفل الريكوردنج وننتظركم 10 و10 بالظبط ان شاء الله هنبتدي.